بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، عليه أفضل الصلاة والسلام. سلام للمتابعين حياتنا بكل بساطة بأمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة جيت وجايبه لكم وصفة لرمضان بالكنافة. هنعمل شكلين حلوين جدا، بنص كيلو كنافة بس، بحيث لما تيجي تقدمي الطبق يكون الطبق مشكل ومنوع ويكون فيه أكتر من شكل للكنافة، بتبقى حاجة حلوة جدا. بيدي كمان يعني بتدي حاجة كده، بيبقى شكل يفتح النفس. أنا كنت عاملة الوصفة دي معاكو قبل كده، يعني الوصفة دي من وصفاتي القديمة، النهاردة قلت أجددها معاكو. أنا هيكون معايا هنا نص كيلو كنافة. أنا عايزة الكنافة لما تجيبيها تكون رول واحد بالشكل ده، أنا عايزاها رول كامل ما تبقاش متقطعة. ومعايا طبعا مكسرات اللي انت بتحبيها براحتك، اي مكسرات انت بتحبيها. ومعايا معلقتين كبار سكر وسمنة او زبدة سايحة، يعني معايا حوالي نص كوباية انا مسيحاها. هبدأ اجيب الصينية بتاعتي وهبدأ ادهنها بالمادة الدهنية، اي مادة دهنية انت بتحبيها، زبدة، سمنة، اي مادة انت بتحبيها. هبدأ ادهن الصينية كده وركنتها. ببدأ اجيب الرول بتاعي اللي هو بتاع الكنافة، زي ما قلت انت بتجيبيها رول او حتة واحدة، انت بتقولي اللي بتاع الكنافة كده زي الكنافة اللي هتعمليها صوابع كده، بس دي مش هنعملها صوابع، هنعملها كده زي عش عصفورة كده، شكل حلو جدا. انا باخد معايا يعني زي خصلة كده من الكنافة وببدأ ادهنها بالمادة الدهنية بتاعتي. وبعدين ببدأ احط صباعي كده في الطرف، الصباع دوت ببدأ احطه كده وببدأ اوقف، احاول اوقف الكنافة بتاعتي بالشكل ده، وببدأ الفها معايا كده على صباعي، والرخامة طبعا بتبقى نظيفة. انا ببدأ الفها بالشكل ده لحد ما بخلص اللفة كلها معايا. اما بتبقى مدهونة سمنة كويس ما بتهش معاكي في الفرن وبتبقى حلوة. انا هبدأ ارصها بالشكل ده، شايفين شكلها معايا عامل ازاي؟ هبدأ ارصها بقى معايا في الصينية اهي بالشكل ده. هعمل معاكم كمان واحدة. لما تيجي تحطيها في الصينية لازم تخليهم قريبين قوي من بعض، يعني لازقين في بعض كده، او يعني ما يكونش في بينهم مسافة خالص علشان خاطر ما تتفكش، ما يفكوش معاكي. انا هعمل معاكي كمان واحدة. هبدأ ادهنها سمنة او زبدة او اي مادة دهنية انت بتحبيها بالشكل ده، وببدأ احط طرف صباعي زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، وببدأ احاول اوقف الكنافة تاني، يعني شايفين بحاول اوقفها كده على جنبها شوية، وابدأ الف معايا بالشكل ده اهو بالشكل ده، يعني سهلة وبسيطة ما فيهاش حاجة. بنصح المكسرات اللي تحطيها فيها حاجة زي زبيب، جوز هند، اسفة، سوداني، جوز هند، بلاش الزبيب يتحط في الوصفة دي بالذات علشان خاطر لما بتدخل الفرن الزبيب نفسه بيتحرق. انا كده مليت الصينية بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ احط عليها سمنة من على الوش، بسقيها كده سمنة من على الوش عشان خاطر برضو تبقى محمرة وتبقى شكلها جميل معايا. زي ما قلت، حابة تحطي جوز هند، تحطي فول سوداني، تحطي عين جمل، بندق، لوز. لو حابه تحطي زبيب حاولي تداريه من جوه، حاولي تخليه من جوه، يعني انا هنا حاطه في الوصفه دي زبيب بس حاولت على قد ما اقدر ما يبقاش على الوش علشان خاطر لما يدخل الفرن ما يتحرقش معايا. الزبيب بيبقى داخله سكر طبعا، العنب عارفين كله سكر، فاول ما بيدخل الفرن السكر ده بيتكرمل، والطبيعي ان الزبيب بيتحرق. فحاولي لو حطيتي في الوصفة دي زبيب ما يبقاش على الوش، يبقى جوه الوصفة نفسها، يبقى جوه الكنافة نفسها. انا بصراحة بحب الكنافة دي عن الكنافة اللي هي اللي بالمكسرات اللي هي بتبقى القطع دي او الصينية. ليه؟ لان انت بتاخدي واحدة بس وبتحطيها في بقك كاملة، فما بتعملش اي بهدلة، ما بتبهدلش الدنيا، اكلها سهل جدا بجد، حلوة جدا. انا عملت كده جزء بنص الكنافة او بالحتت اللي هي كانت معايا رول، لكن الحتت المهرية معايا بالشكل ده انا هعملها في صينية بطريقة عادية خالص، مفيش اي جديد فيها. انا حطيتها وفرمتها او قطعتها على ايديا، وبعدين رشيت عليها شوية سكر وقلبتهم مع بعض. السكر ده بيدي عرق حلو جدا للكنافة، حتى لو في مريض سكر مش قادر ياكل الكنافة علشان خاطر العسل او السيرب اللي فيه او الشربات، فممكن ياكلها كده، يعني ممكن ياكلها من غير ما يسقيها.
ليه؟ هي كده كده بداخلها سكر. انا حطيت السكر وقلبتها، وبعدين بدأت اسقيها بنص كوباية زبدة. طبعا دي مش هتحتاج زبدة كتير او سمنة كتير، لان هي ربع كيلو كنافة بس. طبعا انا محضرة صينية معايا ودهناها، اهي الصينية بتاعتي ودهناها بمادة دهنية. هحط نص الكنافة تحت واحط المكسرات ونص الكنافة فوق. في ناس بتلخبط الكنافة مع المكسرات. ممكن تعملي بقى وصفة تانية خالص جنب الكنافة الأولانية اللي هي الدوريات اللي احنا عملناها دي. ممكن تعملي اللي هي كنافة بالقشطة، يعني تعملي قشطة كدابة وتحشي الصينية دي بقى قشطة كدابة، بحيث يبقى معاكي في الطبق نوعين مختلفتين من الكنافة. بس أنا هعملها بالمكسرات علشان خاطر يبقى معايا بالمكسرات، لكن شكلين. لكن انتي لو حابة تعمليها بالمهلبية بتعمليها. طبعا مقادير السيرب بتاع الكنافة، انا بحط 2 كوباية مية على 1 كوباية سكر ونص عصرة ليمونة. بخلي الاول المية مع السكر يغلو كويس، يعني حوالي غلوة كده، وبعدين بعصر عليهم النص ليمونة، وبعدين بياخد معايا غلوتين لحد ما بيوصل للسمك اللي انا حباه. وبضيف بعد ما بطفي عنه بضيف نص معلقة فانيليا، بتدي طعم حلو جدا جدا جدا، بتدي طعم هايل بجد. انا هنا حطيت اول طبقة من الكنافة، وبعدين حطيت المكسرات بتاعتي، وبحط الطبقة التانية. يعني دي طريقة عادية خالص، طريقة تقليدية زي ما بنقول. انا بس المقصود بالفيديو هو التنوع، يعني ان انتي تعملي بنص كيلو كنافة يتقدم معاكي بشكل حلو جدا. طبعا انت هتقدميه بطريقة حلوة لما يتقدم مع بعضه. طبعا الكنافة دي بقى اللي هي الصينية لازم تضغطي عليها جامد علشان تطلع معاكي متماسكة، ما تبقاش مفرولة، لازم تضغطي عليها جامد جدا. زي ما قلت، دي وصفة من وصفاتي اللي كانت في اول القناة لكن ما تشاهدتش بصراحة. النهاردة حبيت اعيدها معاك واجددها. انا هنا خلاص سويت الصينية بتاعتي واتكيت عليها، واتأكدت ان هي خلاص تماسكت مع بعضيها. ببدأ احط عليها بقية الزبدة زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، وبحطها في الفرن ونشوفها بعد الفرن ان شاء الله. ده شكلها بعد ما طلعت معايا من الفرن، اهي طبعا ساقتها بالشربات. هقدمها بقى في الطبق ونشوفها مع بعضينا. ده شكلها بقى النهائي في الطبق معايا. يا رب يكون عجبتكم، حاجة سهلة وبسيطة ومتنوعة. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. كل سنة وحضراتكم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. يا رب يكون حلقة النهاردة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.